وحول هذا الموضوع قال السيد خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن مبادرة منصة الخدمات الاستشارية تهدف لحصول المؤسسات على المعلومات الصحية في الوقت المناسب. الهدف من هذه المبادرة هو التأكيد على أهمية ربط الجهود اللي تقوم فيها جميع المؤسسات والجهات الممثلة في عضوية المجلس كفريق واحد لضمان تكامل البيئة الريادية في مملكة البحرين، وتكون المحطة الأولى والمثلى لجميع من يفكر في سلك مجال ريادة الأعمال أو أنه حاب ينمي ويطور مؤسسة صغيرة أو المتوسطة عشان تحقق طموحها. طبعا خلال الاجتماع الأخير تمت مناقشة أهداف المبادرة، مراحلها، آليات تنفيذها، وإحنا نعمل حاليا بتوجيه من المجلس برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على ترجمة رؤى المجلس ووضع الأطر الخاصة بتقديم هذا النوع من الخدمات وتحديد القنوات الاستشارية وجمع المعلومات، بالإضافة إلى حصر الموارد المتاحة للمؤسسات عشان تكون مثل ما قلنا مجتمعة في منصة واحدة، بحيث تسهل على المؤسسات أنها تحصل على المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب. المجلس يعمل من تأسيسه في العام 2017 وفق استراتيجية واضحة مبنية على عدد من الركائز، نقدر نلخصها في 5 عناوين عريضة تتمثل في متابعة المجالات المتخصصة في تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، تطوير المهارات، وأخيرا تعزيز الابتكارات.